أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النظر إلى موضع السجود عام حتى أمام الكعبة، أو أن النظر إلى الكعبة أمر مطلوب على أن النظر إليها عبادة؟ لم يرد دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة، لم يرد، ما أعرف دليل على هذا، إنما هذا عند الناس، الله أعلم. أما المصلي فإنه ينظر إلى موضع سجوده، سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره، ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة. نعم.